حياتي وهي النور في كل أوقاتي بالأذكار تطمئن حياتي وهي النور في كل أوقاتي ذكر الله ذكر الله أنا لا أهجر ذكر الله ذكر الله نور بدربي كيف العيش بلا ذكر. كذلك من الأدعية التي تمر معنا انتهى لنا دعاء عند إدخال الميت القبر. عند إدخال الميت القبر نحاد موت ناب قبر ختأتوهن كلها ناب قبر ختأتوهن كلها انتهى دعاء تقبر طبعا أتوك تبلون كلها نزميت زنتاي تبل بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكا انتاي تبل بسم الله وعلى ملة رسول الله إذا خمس ذلك نسب زنتاي تقبر ماتيو نفت قبرناتو تأتو الله أكبر كب حياتو جميركا كساب موتو كله انتهى اللو ماتيو نناتو عينت أذكار نناتو عينت يعني ناب رب سبحانه وتعالى ذكر عرب عبادة تقبر مالتيو ناب رب سبحانه وتعالى ذكر عرب عبادة تقبر. كذلك الدعاء بعد دفن الميت الدعاء بعد دفن الميت طبعا هذه النقطة يا أخوان يعني من أهم ما ينفع الميت زانا قرزي يا أمانتي حدث بسموته كدفن كله بزوح سب انتا يتقبر يبكي أي أي بيل كفتح حنقولي واتسد سب طبعا مصابي وإدماني بلائي زانا قرزي يسمع كاي نسب نقول بارك تأتون كله خخبخ خفلين كله يسمع كاي لكن أنفع نزميت زي إذا سخات فوتوه رب سبحانه وتعالى كروح موت تمنيه لزقه نسب نعو أنفع أنتي تحر ذلك نزسب زي دعاءك تقبره له استغفارك تقبره له مستدفنه لمن تاي النبي عليه الصلاة والسلام انتي لو منا حدا سب تحر ذا مويته مسموته دفن مسبل كايو انتي قبر ماتيو شأمانات كان داخل كان كل خادم سنة شأمانات كا يسمع زميت زي انتي مالتيو نزز ميت زي يتسؤو ملائكة من انت خحتو انت لو محتو من ربك وما دينك ومن نبيك من يربخ يتتقزؤو من زأت زقبؤو دخونا قويتانات كاسي من يلو محتو زم ملائكة تزياتو. كذلك وما دينك انت ايت ديننات كاخي اتي يعني تخكل دخونا دين ناب رب سبحانه وتعالى تكرار ربالو دين ناتكا انت ايدي حتى تزسبزي. كذلك أنت أيبها الماتيو ومن نبيك من ينبينات كخي من ينبخت الأخي نبي تباهيلو يحتة السبز مالتيو. ولذلك أنت أيلو ما النبي عليه الصلاة والسلام أما المؤمن أتو مؤمن دخونا سيب أنت أيبل ربي الله بل ربنا تي الله سبحانه وتعالى يبل ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يبل وديني الإسلام ديننا تي دماني إسلام يلو يملس السبزي. أما الكافر لهم أو المنافق انت يبل ها ها لا أدري يبل ها ها أنا فلتني يبل انت يز تبهلو لي يبل انت يبلو الملائكة مالتهم يبلو لا دريت ولا تليت السخاء أي فلتك ولا فلتك كان لهم انت يقبرو مالتهم ومعهم مدرقة من حديد مسأتهم انت يبلوهم موقعي حتين اللوهم مسأتهم زم ملائكة تسزياتهم بأجرهم يهرموا السبز إن تايخون ماتيو كم حطس أي مكخ ويدماني كم حزيني مكخ السبزي بحرية السوء بعند جبرن تايجبرو بعند جبرو يهرمون السبز مالتيو فزقوا نزي أهم يعني تزي عبي وقتي فتنا زلون حدا يعني عبدنا حدا باريا أبقول قادم سأتوه إذا معلت زي أويدمان ذا وقت زي مالتيو أبزا وقت زي أن تأخذ جبر الله كان سخا أبزا وقت زي دعاء رب سبحانه وتعالى قد قبر يقبأك حتى الله سبحانه وتعالى يرحم هذا الإنسان المسكين الذي فارق هذه الحياة الدنيا نزاد الدنيا زي أتفالا ليوا نبقل قادو أتيزو اللو سبزي نعون تخت قبر لك خدن قدس اللي يقبأك دعاء خد قبر اللي يقبأك استغفار خد قبر اللي يقبأك انتالك خد دعاء تقبر اللو. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الله أكبر
انتهي يبلو استغفروا لأخيكم استغفار قبروا لنزحوكم واسألوا له التثبيت رب خصنعو رب قد كبلو أفتي إيماننا تخحتتن كل السبزي دعاء قبروا له نرب سبحانه وتعالى حتتلو فإنه الآن يسأل حجز السبزي ثم دفن دفن أبيلهم دخلوا له وقتي أفتى وقتي تأذي السبزي يحتت ما دفن سأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم عند السؤال فأفتأوان كحتتهم كل السبز انتهي تقبر ماتي رب سبحانه وتعالى تلمنا له اللهم ثبته في السؤال اللهم ثبته في السؤال اللهم ثبته في السؤال اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه دابلك للسبز انتهي ماتي بكل أنواعنا دعاء للسبز تقبر له بكل أنواعنا دعاء للسبز تقبر له وقد رأينا يعني رئينا علماء كبار عبدفن رئينا ينبعيننا مالتي دحر دفني ولله الحمد والمنة ما شاء الله دعاء قبره رئينا يا ماتيو دعاء قبره رئينا يا وهذا هو يعني الذي ينفع للميت زيو نتميت بتقم ماتيو يعني انت بخخا انت وخا انت بلكا انت نسسكا نفسخا وشقرخا كدان كانت غددكا كل زيتات نعو ولحن تستقمو نقر يكون الماتيو نعو تستقمو نقر يعني سخا دعاء قبر لهم كلها رب سبحانه وتعالى قتلب من لهم كلها زي أنفع شيء لهذا الميت المسكين زي أبزا قرقار أتي زلو وزي قرقار زي أدماني كلاتنا كن أتواز خلنا مالتي كلاتنا كن أتواز خلنا ما من يعني حي إلا وستأتيه منيته يعني كل حي موتنا تخت موت صيام مالتي كم تزبال انتايلو الموت كأس وكل الناس شاربه يعني إذا موت سي كم زي كاس يلو كم زي كاس ناي ماي ويرمان خمز مقدح ناي ماي كم يلو وكل الناس شاربه كل سبك أخستي أي نزا موت سي أي مالتي زموت زيا كل سبك ستي عيل ماتيو فانتهى نقبر لنا ماتيو استعدادك نقبر قبانا أول شيء والأمر الثاني نتم أموات نتم أحواتنا زموتو كم زقرنا دعاء نقبر لهم إحسان نقبر لهم يقبانا من تنعنا بدحرين أدماني رب سبحانه وتعالى وكيل كسر علنا يعني عنا دعاء زقبرنا دحرموتنا من تخقبر لنا ربنا سبحانه وتعالى أحلفنا أعمال صالحة خنصنح يقبانا ماتي أعمال صالحة أحلفنا كنت أنحي قبالنا ونستشعر هذا هو يعني الذي ينفع للميت كما تستغسنا يو زي تغندي نتميت تغمو زخونا نقر زي ماتي فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على القول الثالث.